الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ظهرت في المساجد ما تسمى بطاولة لتقديم التمور عند المساجد، فما رأي فضيلتكم في هذه؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في الصدقات الحل والإباحة، وهذه التمور التي توضع في المساجد أو عند أبوابها هي من الصدقة والخير الذي أراد الإنسان به أن يتصدق على المحتاجين أو على إخوانه المسلمين، فهو من باب بذل الخير، فلا بأس بها إن شاء الله ما لم يترتب عليها إفساد المسجد أو تلويثه أو إلقاء النوى منها هنا وها هنا، فلا ينبغي حينئذ وضعها في المساجد إذا ترتب عليها شيء من المفاسد. وأما إذا لم يترتب عليها شيء من المفاسد فإنني لا أرى بذلك بأسا، فهو من الخير الذي أخرجه الله عز وجل لعباده، فإن مساجد المسلمين يدخل فيها الفقراء ويدخل فيها المساكين ويدخل فيها المسافرون، فقد يحتاج الإنسان إلى أكل شيء من التمر أو التقوي على طاعة الله عز وجل بشيء من التمر، بل إن هناك من مرضى السكر من يصلي في هذه المساجد ويستعين بوجود هذا التمر على تقوية طاقته وإذهاب ألم هذا الداء عنه، فلا أرى فيها حرجا إن شاء الله، وهو من الخير الذي أخرجه الله عز وجل لعباده المؤمنين، ولا يدخل ذلك في اتخاذ المسجد مكانا للأكل والشرب، لأن هذا من الأمور العارضة التي لا حرج فيها. ولكنني أشترط شرطا مهما، وهي ألا يتضمن ذلك تلويث المسجد، والله أعلم.